انطلقت مبادرة أنت الحياة، إحدى مبادرات مؤسسة حياة كريمة، إلى قرية كفر الوكالة بمحافظة الدقهلية، حيث تستمر فعالياتها على مدار 3 أيام. وتقدم مؤسسة حياة كريمة من خلال المبادرة قافلة طبية تضم 11 تخصصا مع صرف العلاج والتحويل للعمليات بالمجان، بالإضافة لقافلة تقدم جميع الخدمات البيطرية. كما يتم تقديم مساعدات مادية للغارمين والغارمات، فضلا عن عقد ملتقى يساعد على تسهيل توظيف الشباب والفتيات. وتتيح مبادرة أنت الحياة خدمات مهمة أخرى، منها تسهيل استخراج بطاقات الرقم القومي لسيدات قرية كفر الوكالة بالدقهلية، وذلك من خلال تعاون مع المجلس القومي للمرأة مع توافر قوافل فورية لمحو الأمية من شأنها رفع مستوى التعليم. النهارده في كفر الوكاله في مركز شربين، ودي وحده محليه كانت مدرجه في مبادره حياه كريمه في المرحله الاولى. النهارده عندنا قافله انت الحياه. قافله انت الحياه دي بتقدم حاجات كتير جدا، يعني احنا عندنا وزاره الصحه مشاركه معانا بقافله صحيه على مدار النهارده وبكره، عندنا بعد بكره كمان جايه جامعه المنصوره عشان يجيبوا استشاريين طبيين هيبقوا قافله، وفي عندنا قافله بيطريه كمان جامعه المنصوره بعد بكره قايمه بيها. غير عندنا بقى الجانب التوعوي والأنشطة الثقافية اللي بتقوم بها صندوق مكافحة الإدمان، ومعانا جمعية أجيال، ومعانا مؤسسة مصر للخير مساعدة غارمين، ومعانا وزارة الثقافة بتعمل أنشطة للأطفال، معانا كمان وزارة الشباب والرياضة مقدمة ملتقى توظيفي، وحنوفر وظائف للناس اللي الشباب اللي محتاجة تشتغل. يعني عندنا فولكلور كده 3 أيام، حاجات كتيرة جدا إن شاء الله لخدمة أهالينا. احنا صندوق مكافحة وعلاج الإدمان تابع لرئاسة مجلس الوزراء، والصندوق بيعتبر أحد الأدوار الدولة بتقوم بيها علشان تكافح مشكلة الإدمان على المخدرات. النهاردة احنا موجودين ضمن المبادرة بقرية كفر الوكالة. احنا بنستهدف كل الفئات اللي موجودة جوه القرية، بمعنى في البداية بدأنا بندوة بالوحدة الصحية لكل المترددين عليها، واستهدفنا من خلالها الأسر اللي هو من الآباء والأمهات. بعد كده بدأنا ان احنا نستهدف الجزء أو السن الأصغر من الشباب من النشأ، من أول سن صغير جدا بدأنا نشتغل معاهم على التلوين، ازاي ان هو بيلون بعض رسومات خلالها بيبتدي يعرف أضرار المخدرات وازاي انها ممكن تأثر عليه والتدخين السلبي. الحاجة التانية بنبتدي ان احنا نعمل زي ورش عمل بالنسبة للشباب الكبير اللي هو 16 او 17 سنة، ونتكلم برضو معاه عن الشائعات المغلوطة والثقافة السوداء للمخدرات وازاي ان هو ممكن يندحك عليه. بنشتغل برضو مع الاطفال على فكرة التلوين، وان احنا بنعمل رسم على الوشوش بحاجة جديدة ويسمع من خلالها نصايح عن المخدرات. وفي عندنا كمان اللي هو سلم مبادرة او لعبة السلم والدخان، واللعبة دي من خلالها بيبتدي يمارس لعبة السلم والتعبان الطبيعية ولكن من خلال الدخان، وازاي الأضرار ممكن تحصل عليه. دي أول مرة ننزل هنا الحقيقة القرية، لكن لأنها قبل كده كانت ضمن التطوير ما نزلناش خالص في خطط القوافل بالدقهلية السابقة، والحمد لله كان من حظنا أن هي دخلت من ضمن كمان البرنامج الرئاسي أو برنامج المبادرة أنت الحياة. معانا العيادات المتنقلة التابعة لوزارة الصحة بنشتغل فيها كعيادات خارجية للفحص، معنا كشف وتحليل وأشعة وصرف أدوية مجانا داخل القافلة، متاح كمان التحويل للمستشفيات سواء كان لإجراء آخر مطلوب داخل المستشفى أو التحويل لعمل قرارات نفعة الدولة للأمراض المزمنة. وكمان بنحول الحالات اللي محتاجة لا قدر الله لو في فحص بقى يستدعي إجراء جراحي أو حتى متابعة مع عمليات قديمة. متاح معانا كمان ان احنا نحول لاقرب مستشفى عام او مركزي سواء كانت تابعه للمحافظه او لوزاره الصحه للحالات لا قدر الله بقى اللي بيتم تسجيلها تبع المبادرات الرئاسيه زي مبادره مثلا الامراض السرطانيه. كشفت عظام وكشفت جلديه وعطول العلاج، صرف تذكره العلاج، عملت العلاج وجبت العلاج والحمد لله يعني تمام. النهارده لعبنا طبعا 3 ألعاب، اتعلمنا ان الملعب يظهرك، ولعبنا 3 من انواع الالعاب، لعبنا زجزاج، ولعبنا تنشع الجون، ولعبنا اكسو، وكان طبعا اليوم جميل النهارده. لازم ما نقعدش جنب حد بيدخن عشان بنتعب وبندوخ، ولازم نركز في حاجتنا، واللي حد يجي يشرب دخان ما ينفعش نقف جنبه.